ذكر فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. كما العادة كل إعادة فيها إفادة. حنا في إقليم الحوز، عند الناس المتضررين من الزنزال. جات واحد الجمعية هي جمعية تويزا، أن باش تفرق عليهم القفف ديال رمضان، وكذلك تفتح لهم واحد المسجد للصلاة. بغيتوا تفاصيل أكثر وتشوفوا الأعمال الخيرية اللي كدير الجمعية ديال تويزا، أجيو معايا. اليوم باسم مؤسسة تويزا كنحضروا في إقليم الحوز، وبالضبط في النواحي، يعني في أحد الدواوير المتضررة من الزلزال في نواحي 3 يعقوب. بالنسبة للمساعدات اللي كانت اليوم، فهي عبارة عن قفف رمضانية لهذا الدوار والدوار آخر، وإن شاء الله غادي يكون تدشين اللي غنحضروا فيه كاملين إن شاء الله ديال واحد المسجد، لأن الساكنة ما بقاتش لقات فين غتصلي بحكم هاد الفاجعة اللي وقعت. بصراحة بغيت زعما نقول بأنه منذ بداية الزلزال والمؤسسة كتخدم على الدواوير المتضررة من الزلزال، كانوا دي كونتونير، كانوا العشرات ديال المساجد اللي تبناو من أجل الضحايا ديال الزلزال، وكانت المواد الغذائية منذ بداية الزلزال، وكانوا ملابس، وكانت مجموعة ديال المساعدات اللي الحمد لله كانوا كيدخلوا كونتونيرات كل أسبوع الفائدة ضحايا الزلزال. فاحنا فخورين بهذا العمل، وفخورين أننا ولو نقدموا غير الدعاء فمع هاد الناس ومع أمثال هاد المؤسسات، فاحنا فخورين. بارك الله فيكم، الله يجزيكم بخير. كنشكر هذه الجمعية ديال تويزا جبدات لنا هاد الشيء، هاد الخير والبركة، والناس محتاجين بهاد الشيء في هاد الصيام المبارك. الله يجزيكم بخير، بارك الله فيكم، شكرا لكم بآلاف الشكر، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح والازدهار على هذا على هذا العمل، وعلى هذا على هذا البركة والخير للناس المساكين اللي خلاهم الزلزال بدون مأوى، وجبدوا لهم هذا الشيء، وشكرا لكم وبارك الله فيكم والله يجزيكم بخير. الطبق ديال مؤسسة تويزا كنتواجدوا اليوم في دوار تيمزليل جامعة أمجدال، اللي هي جامعة من الجامعات اللي تضروا من الزلزال اللي طرا في الحوز. الحمد لله اليوم توفقنا كذلك أننا نقدموا مساعدات اللي هي عبارة على قفف رمضانية اللي غتستافد منها 28 عائلة إن شاء الله. وطبعا القفف كتكون من قطاني، مواد ديال التنظيف، حليب، الزيت، سكر، القهوة إلى ما في ذلك، وإن شاء الله مازال الأعمال الأخرى جاية بإذن الله. المحلات ما عندناش، كل اللي ما بقينا سكننا في الشتاء تيكون تيقتلنا البرد، وفي هذه الأيامات ملي تدخل الحالة تولي القيطون ما تنعس فيه وما تدخل ليه. شكرا، الله يجزيكم بخير جمعيات تويزا، الله يجزيكم بخير. إلو هاد الناس جابونا هاد المعونه، الله تبارك وتعالى غادي يخلص لهم في هاد رمضان، الله تبارك وتعالى يخلص لهم، حتى الجينات حنا غنفقدونا، الله تبارك وتعالى غادي يخلص لهم، الله يعطيهم الخير، الله يرحم الوالدين، هالكفات هاد الدقيق الحمد لله، الله يعطيهم الخير، الله تبارك وتعالى غادي يخلص لهم. كانت نجاو وعيني قلال عندنا هنا شويه، ماشي كانت نجاو من قبل شي ايامات قبل رمضان، جاونا عندنا واحد الجمعيات لهنا. يلا لا ما كاينش، كاينه ديال سيدنا، هذيك التضامن ديال سيدنا اللي كاينه في رمضان. يا هاد الناس الله يخلص لهم، الله تبارك وتعالى غادي يخلص لهم، الله يقبل لهم، الله يخلف عليهم. تويزا الله يرحم الوالدين، نشكرهم مزيان، شكرا 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 مزيان.